من فترة طويلة الاتحاد المصري للكرة الطايرة مشاكله كتيرة، مش أكتر أو مش أقل من إنك أنت المنتخب مسافر دورة ألعاب البحر المتوسط، يتشال الراجل المدرب الخواجة في الطريق للمطار، ولما كده الراجل يمشي يقول لك مشوني علشان أجبروني أضم ابن مدير الاتحاد ما رضيتش فمشوني، ولا حد ينتبه ولا حد يهتم، وكأنه ده أصبح مسموح به في اتحاد يمارس هذه الفوضى الإدارية. إنما يضاف إليها بقى ما فجره الصديق العزيز والناقد الرياضي الكبير الأستاذ أيمن بدرة، وهي ديت الحقيقة قيمة الصحفي ويقظة الصحفي. مجرد بوست أو تويتة صغيرة على حسابه على التويتر كتب الأستاذ أيمن بدرة، الحقيقة يعني أنا هقول لكم التويتة قبل ما تسمعوا إيه اللي حصل. بيقول: لاعبة في أحد الأندية لم تحصل على مستحقاتها، استعانت برئيس الاتحاد ليساعدها فقال لها أنا مستعد أتخذ قرار بفسخ عقدك بشرط ما تروحيش الأهلي. ده رئيس الاتحاد. بيقول أيمن بدرة: قالت له اشمعنى الأهلي؟ قال لها هو كده إلا الأهلي. وبيقول أيمن بدرة: تخيلوا ده رئيس اتحاد وكمان بيكتب كلام رئيس الاتحاد متسجل، وقالوا له لو اللاعبة ما خدتش حقها هنذيع يا قمر. مساء الخير يا أستاذ أيمن. يا أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام والبشمهندس عدلي، منورين. أنت وحشنا كتير. أنت لكن فجرت حاجة بقى عايزينك تقول لنا كواليسها. قول يا قمر، إيه اللي حصل؟ والله هو أنا يعني يعني وصلتني معلومة إن في لاعبة بنت تجتهد كانت بتلعب ومستحقاتها لم تصلها، وبالتالي هي مظلومة. هي عايزة مستحقاتها وعايزة تفسخ عقدها لأنها ناديها أخل بشروط العقد. فلما يعني طلبت هذا الأمر والسيد رئيس الاتحاد قال لها هذا الكلام، الحقيقة شعرت يعني بقهر. يعني أنت بتشترط عليا، يعني طب أنا افرض إن جاي لي عرض مثلا من الأهلي أو جاي لي عرض من اي نادي، يعني ليه الموضوع؟ والحقيقه انه كان ممكن الامور تعدي، وانا على فكره ما كتبتش اسمها علشان حمايه لها، وانا الموضوع مش متعلق بالاهلي، مش انا عشان على قناه الاهلي. لو كان الامر متعلق باي نادي، لو كان قال لها بس ما تروحيش الزمالك كنت هكتب برضه نفس الموضوع. لو تدخل بالتوجيه هو ده الغلط، لانه ده انحراف باللوائح وكبت للحريه ومقايده على الحقوق. وانا بعتقد انه اي مسؤول يحاول ان يستخدم اهواءه او يعني يستخدم سلطاته بان هو يجبر انسان على ان هو يحاول ان هو يتنازل عن شيء في مقابل ان هو يحقق له شيء اخر، فهي دي هنا القضيه بصرف النظر بقى عن ده مع مين. استاذ ايمن نقف هنا لحظه، ممكن يعني مؤكد ان انت تيقنت من هذا الامر انه حقيقي؟ يعني بالطبع، لانه حضرتك انا ما كنت عايز اكمل، بس باشمهندس عدلي اتفضل. انه انا كنت هسكت لو لان الاتحاد اتخذ اجراء، لكن المشكله انه المحامي بتاع اللاعبه راح الاتحاد فقابل السيد الفاضل رئيس لجنه شؤون اللاعبين، فقال له لا احنا مش هناخد اي قرار الا لما يجي رئيس الاتحاد. انا الحقيقه كنت بحاول، انا هنا بتكلم يعني على الاتحاد المصري لكره الطايره وعلى الاستاذ ياسر قمر. فاذا الامر اصبح معلق، حتى يعني لجنه شؤون اللاعبين حتى مقيده في انها تتخذ الامر تتخذ اجراءاتها وتشوف شكوى اللاعبه إلا لما يتصرف رئيس الاتحاد. وبالتالي أنا يعني هنا أثرت الموضوع، وكنت بحاول برضو أحمي اللعيبة ونبه الاتحاد أنه في خطأ. وعلى فكرة هذا المجلس فيه من الزملاء والأصدقاء الأعزاء، وأيام الانتخابات لما كانوا نازلين وكان بينافس على رئاسة الاتحاد، أنا على فكرة الأستاذ ياسر قمر أو الكابتن ياسر قمر لم أتشرف به، وله كل الاحترام والتقدير كرجل رياضي،
لكن انا بتكلم على منصب رئيس الاتحاد وعلى الاخلال باللوائح وعلى الاخلال بالقواعد العامه في امر من الامور. لا هي فكره لحظه واحده ان لجنه قضائيه، ما هو لجنه شؤون اللاعبين دي لجنه قضاء يعني بتحكم تفصل باللوائح بين في الخلافات. أيوة فكون انا لجنه بفصل في خلافات طبقا للوائح انتظر رئيس الاتحاد، يا اذا رئيس الاتحاد قادر على مخالفه اللوائح. هو ده الحقيقه اللي انا اتاكدت ان هو مش هيتم من زميلنا العزيز عمرو مخلوف امين صندوق الاتحاد، وهو يعني على ما راجل محترم، راجل محترم وله فاعليه، له فاعليه في الاتحاد المفروض. الحقيقه يعني عمرو انا اعرفه، عمرو صاحب راي كمان، انما هو الحقيقه يعني ارجو الله يضغط عليه ويغامر بمصداقيته، لان عمرو انسان كويس. لا هو حضرتك اتصل بيا وقال لي انا بنتخذ اجراء سريع جدا، واحنا لجنه شؤون اللاعبين هتبحث الامر وهيعرض على مجلس الاداره، واذا كانت اللوائح بتاعه الاتحاد المعلنه لا تحسب امر هذه اللاعبه هنبعت للاتحاد الدولي عشان نفصل في الامر. انا بس في نقطه بعد اذن حضرتك يا باشمهندس عدلي، بعد اذنك يا استاذ ابراهيم، كنت عايز اوضحها انه الموضوع ما هوش شخصي مع حد ولا شيء، لانه طيب. لما كان الاتحاد ده كان بينافس على رئاسته الراجل المحترم الكابتن شريف الشميرلي، وهو شخصيه رياضيه دوليه، كان في يعني خلاف مع الاتحاد الافريقي برئاسه السيده بشرى المغربيه اللي فازت بالاتحاد برئاسه الاتحاد من الدكتور عمرو علواني. أي. فانا كنت شايف مع احترامي وتقديري لمكانه الكابتن شريف الشميرلي وانه يتولى رئاسه الاتحاد، لكن اما وانه هيدخلنا في خلافات ويعرض الكره الطايره المصريه للايقاف، انا كنت على طول بقول انه الكابتن شريف واي حد الكره الطايره والرياضه في مصر اكبر منه، فانه لازم يبقى احنا ننحي امورنا الشخصيه علشان اللعبه. وفاز المهندس طيب. او الكابتن ياسر قمر، فالموضوع يعني ما هوش متعلق مش شخصي طبعا خالص. بس انا كمان انا عندي متابعه للتويته الاولى بتاعتك يا استاذ ايمن، انت كتبت في التويته الثانيه متابعه لموضوع اللاعبه التي تحدثت عنها بالامس والتي قال لها رئيس اتحاد الكره الطايره اساعدك بس بشرط الا تتعاقدي مع الاهلي، بتقول وقد اخفيت اسمها واسم الاتحاد حرصا على مستقبلها وعلى ان نساعدها في اخذ حقها، ولكن الحمد لله اليوم وجدت ان هناك طريقا طاقه نور او طريق نور لهذه الابنه التي هي مثل ابنه كل انسان محترم بعيدا عن اي الوان. تلقيت اتصالا من اخ العزيز الاستاذ عمرو مخلوف امين صندوق الاتحاد، واكد لي ان موضوع دعاء عبد الغني سيكون محل تحييم من لجنه شؤون اللاعبين، وانت كاتب قلت له لجنه شؤون اللاعبين زي استاذ ايمن عبد الرحيم اجلت النظر في شكواها انتظارا لعوده رئيس الاتحاد، قال لي كمجلس اداره الاتحاد بدون اي محاباه او تجاوز من في حقها، وانه اذا كان لوائح الاتحاد ليست واضحه في شان حسم موضوع هذه اللاعبه وحرصا انه يعني حرصا على مصلحتها او مصلحه النادي. يعني لو كان النادي حتى له حق، يعني ما هو مش شرط هي تكون يعني اذا كان النادي الذي تلعب له ان تتعرض لظلم او انها تتجاوز في التعاقد بينها وبين النادي. وانت قايل ان ده رد محترم من شخصيه محترمه له مكانه عندي وعندنا طبعا كلنا. ربنا يوفقك يا اخي وزميلي، انت والاخوات والاخوه في الاتحاد لما فيه خير اللعبه. طيب اذا اللعيبه واضح اسمها والاتحاد واضح، الامر وصل لغايه فين كده؟ والله عند ما وصلني من الزميل العزيز عمرو، الامر متروك ليهم بقى ان هم يتخذوا القرار، لانه طبعا في بعض يعني يمكن الدكتور وائل قنديل برضه عضو مجلس اداره وراجل يعني عميد كليه التربيه الرياضيه واخ عزيز بينا موجود بره، هو طبعا في منتخب بره وكده، وكان حتى تواصل معايا على الواتساب وبيقول لي اصل في كذا وبتاع، فطبعا لما اتكلمت معاه ووضحت له الامر اصلا يعني مش عايزين الناس يعني تنحرف بالحق لصالح اهواء. انا بقول لو كان الرئيس الاتحاد ده
ايا كان بقى الكابتن فؤاد عبد السلام، الدكتور عمرو علواني، قال للاعيبه او اي حد انا مش بشرط ما تروحيش الزمالك، كنت هكتب هذا الكلام. صحيح. لانه الحق حق ان يتبع. احنا بنتكلم على، يعني حضرتك بتقول انه لسه لا يزال في ناس بيكتبوا وبيدافعوا عن دي لاعيبه ملهاش حد. صح. ملهاش حد، واخد بال حضرتك، وبتدور على حقها، ليها مستحقات. يا جماعه ابحثوا الامر واعلنوا وفقا للقواعد كذا وكذا، بس ما تكونش الامور فيها خوف من شخصيه ممكن تهين او حد، يعني ان هم اذا اتخذوا القرار لصالح اللاعبه انه يطلع عليهم حد يقول لهم ما اعرفش اتجاهاتكم ايه او كذا او كل هذه الامور. فاحنا دلوقتي هل في ايادي مرتعشه في اتخاذ القرار، ولا الموضوع فيه اهواء، ولا الموضوع ايه؟ ده اللي هيبان ان شاء الله باذن الله في خلال في نفس السياق يا استاذ ايمن. بما انك ذكرت البنات واتحاد كره الطائره، في نفس السياق بنت متعاقد معاها النادي الاهلي، ايوه، وطالعه متصوره في منتهى السعاده هي والدتها، وبتبرز يعني مع نائب رئيس النادي وامين الصندوق سعادتها بتجديد التعاقد، وفجأة عايزة تمشي رغم انها حاصلة على كل حقوقها، وان تفاجأ ان اتحاد الكرة الطائرة بيدور لها على مخرج حتى لو استدعى الجمعية العمومية لتغيير اللوائح. هو 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 يعني ده ايه ده الموقفين دول، واحدة عندها حق لسه لحد دلوقتي ما خدتوش، وواحدة ما عندهاش حق بيدوروا لها على مخرج علشان تاخد حاجة مش من حقها. كيف تفسر هذا الأمر يا أستاذ أيمن؟ والله أنا سألت برضو الزميل عمرو على الموضوع دوت، هو قال الأمر معروض على مجلس الإدارة، لأنه توقيع لاعب أو لاعبة لناديين ده لازم يخضع يعني يكون محل تحقيق، ويكون في إجراءات إنه توقيع لناديين ده يعني وفقا إذا ثبت هذا الأمر فهو مخالفة، وبالتالي هيتاخد ليه اجراءات. طب سؤال بقى، بما ان هيلعبوا لنا اللعبه دي، اقول بس هو ايضا سيتم احاله الامر للاتحاد الدولي للفصل. ايوه. لا ما انا بس عشان هم بيحيلوا بقى هنقول لهم احنا كمان هنحيل ايه؟ لان هل من حق عارف هو هيبعت يقول هل من حق نادي ان هو يمضي مع لعيبه بعد ان جددت عقدها ومتصوره وهي مجدده عقدها، وفجاه يتعاقد معاها ويتفاوض معاها دون علم ناديها؟ إذا كان ده من حقها يبقى قول على الرياضة السلام. هو الحقيقة يعني أنا برضو بتكلم من المعلومات اللي وصلتني يا باشمهندس عدلي. الأمر طبعا لازم يبقى في إعلان للمستندات، عشان إحنا في أجواء كلها فتن وكلها ناس بتشكك في أي حاجة وفي أي حد. المكالمة اللي كانت ما بين اللاعبة دعاء، طبعا هي تليفونها زي ما عرفت، يعني زي ما عرفت من المصادر. على فكره انا ما اعرفش اللعيبه ولا يعني ولا شفتها، لكن لما جت لي المعلومه كانت ما يا استاذ ايمن ونبي ما تضطرش تقول كلام محسوم. لا تعرفها ما تعرفهاش لانه غير من الحقيقه. لا خلينا بس في لب الموضوع. انا بتكلم ما حدش هيقول لك انك مغرض اخر ابدا وانت تكشف حقيقه. لا هيقولوا انا ما يتقال. انت بتكشف حقيقه. بص يا فندم احنا بنحتسب عند الله كل كلمه بنقولها، وربنا سبحانه وتعالى يسامحنا لو كان في اي حاجه، بس هو البوست اللي انا كتبته بفضل الله ده عمل تاثير وعمل رد الفعل. ليه؟ لانه لوجه الله، لان انا لا ليا مصلحه ولا ليا حاجه، انا حسيت ان بنت يعني زي بنتي. عايزين الحقيقه فين يا استاذ؟ هي مسجله المكالمه؟ هي زي ما وصلني ان تليفونها بيسجل مكالمات عادي يعني. فطبعا النقطه دي حتى المحامي بتاعها قالها للجنه شؤون اللاعبين، قال لهم يا جماعه احنا في مكالمه متسجله، واحنا هنبقى على الهوا بعد كده، فما يصحش يعني ان كنت هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ ايمن. اتفضل. هو فكره انه رئيس الاتحاد يقول لها كده، هي مش مستغربه فعلا لما تلاقي واقع قبلها بشهرين مع المدرب الاجنبي. ايوه. وقبلها بشهر والراجل يطلع يقول تغيير الهوايه عشان يسجله، يا تاخد ابن مدير الاتحاد يا تمشي. الراجل قال كده مع الزميل هاني حتحوت. يعني برضه وفي بعض اللاعبات لما وقعوا لنادي معين انضموا للمنتخب، تم ضمهم مثلا. طيب انا عايز اسالك سؤال بقى بصفتك الناقد.
اتحاد ينحرف برسالته بكل هذه الفوضى الغريبه جدا، مين اللي بيحاسبه ولا بيتابعه ولا بيراقبه؟ والله ما الحقيقه في الرياضه ما فيش مراقبه وما فيش حاجه، لانه المساله داخله في يعني يعني عزبه الناس تديرها. يعني انت حضرتك هتلجا لمين؟ للجنه الاولمبيه؟ ولوزاره الشباب والرياضه؟ لا، وزاره الشباب والرياضه لا ولايه فنيه لها على الاتحادات. للجنه الاولمبيه كابتن ايمن، ثم الاتحادات الدوليه. ما احنا عارفين ان اللائحه الماليه الموحده يا استاذ ايمن بتدي الوزير حق التدخل في متابعه اداء الدور الرياضي، ده موجود على فكره نصا. والله نتمنى انه الوزاره يكون لها اليد القويه اللي تقدر بيها انها تحسم مشاكل كثيره جدا بتظهر. وهي ايه مشكله اللجنه الاولمبيه انها تحسم يعني؟ لا، ما هو حضرتك، لا، اللجنه الاولمبيه في ترتيبات بقى في انتخابات وفي كذا ومصالح وحاجات. يا فندم اللجنه الاولمبيه ترتب ازاي؟ اذا كان مصر تهددت بانها تتحرم من المشاركه في الدوره الاولمبيه 2020 اللي هي اتلعبت في اليابان 2021 في رفع الاثقال، وفضلنا نعاند علشان اصدقاء وعشان لحد ما رفع الاثقال اتشطب وتوقف وما سافرناش، وضاعت يعني ميداليات مؤكده، وضاعت ميداليات مؤكده، ميداليتين لثلاث ميداليات، والعمليه عدت عادي جدا جدا. لجنه، معلش، مع احترامي وتقديري لشخوص الافاضل اللي في اللجنه الاولمبيه، لكن اداريا وفعليا وواقعيا من وقائع، يعني هو ينفع بعثه مصر في الروسيه تتشطب نتائجها علشان لاعب واخد مخدرات والامور تعدي عادي جدا جدا والعمليه عادي جدا جدا وخلاص عدت؟ حضرتك لما مدرب يطلع مع زملاء، مع الزميل علي ايمن البحيري في موقع تتويج، وبعدين يطلع مع الزميل هاني حتحوت ويقول انا كنت بتعرض لضغوط واسمه يتشال، تخيل انت مدرب تم التعاقد معاه على مدى 4-5 شهور قبل السفر لدوره العاب البحر المتوسط ب 24 ساعه اكتشفوا انه فاشل. اكتشفوا انه فاشل قبل السفر ب 24 ساعه، فيطلع قرار من الاتحاد تعتمد اللجنه الاولمبيه وتقول اصل ده مش هيحقق طموحات البعثه المصريه. طيب حضرتك اصلا انت ما كنتش عايز تشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط، ولولا الدولة المصرية والوزير الدكتور أشرف صبحي اللي أصر على السفر، واخد بال حضرتك؟ فالبعثة سافرت، وسافرت من غير ألعاب كنا ممكن، معرفش طبعا السباحة مثلا، معرفش ليه السباحة ما سافرتش، ما عندناش سباحين الحقيقة، يعني مصر فيها 110 مليون ما فيهمش 2-3 سباحين يطلعوا يمثلوا، لكن مش مشكلة. لكن حضرتك لما تيجي تشوف انه الفريق جاي يسافر قبل 24 ساعة، اللجنة الأولمبية تكتشف لتقييمها الفني ان المدير الفني مش قادر يحقق طموحات البعثة، ويشيله الموضوع للمدرب العام في اختيارات هو ما اختارهاش، وطبعا ما تعرفش مين اتحط في القائمة ومين ما اتحطش. يعني الحقيقة مغامرة بسمعة مصر، ومصر اللي بتبني واللي بتأسس واللي بتعمل منشآت واللي بتصرف فلوس عشان تستضيف بطولات، واللي فيها نبت صالح طالع بياخد بطولات على مستوى الناشئين كتيرة الحقيقة في لعبات مختلفة برعاية الدولة، لأن في مشروع للموهوبين وفي مشروع لرعاية البطل الأولمبي وحاجات جاية من تحت، بعيدا عن يعني أنا آسف عايز أقول كلمة، بعيدا عن التلوث اللي بيغطي عديد من القرارات في بعض الاتحادات. يعني مجهود كبير بيبذل يهدر بمثل هذه التصرفات. يعني مع الاسف انا بتمنى انه يبقى فيه يعني اداره رشيده للموارد الكثيره اللي بتوفرها الدوله، واداره رشيده ومحايده للصالح العام وليس لخلط المصلحه الشخصيه بالمصلحه العامه. عموما انا بدعوك شخصيا لمتابعه موضوع لاعيبه الكره الطايره واحوال عزبه الاتحاد المصري للكره الطايره الحقيقه. ربنا يهديهم الى ما فيه الخير، لانه مش كل الناس اللي في الاتحاد ليها يعني شوشره في على الاقل الناس المحترمه اللي موجوده صوتها يعلى شويه، لانه دي اوضاع ما حدش يرتضيها، وده اتحاد كبير. طبعا طبعا، وياما حققنا فيه انجازات طبعاً. وناس يعني في ناس طول عمر الكره الطايره دي، يعني عمالقه كره الطايره اللي احنا شفناهم
من احمد الجيزي، عبد الحميد الوسيمي ربنا يديله الصحه ويشفيه، عزمي مجاهد، طبعا فؤاد عبد السلام مع حفظ الالقاب لكل الناس ديت، يعني محمود وحتى في البنات انت بتتكلم في البنات، ده الاهلي دول بنات الاهلي في موسوعه الارقام القياسيه كفرقه يعني. هو ده ما هي بقى دي هنا هي دي المشكله، ان عايزين يضربوك في دي ضربك في تاريخك يا استاذ ابراهيم. ده افضل فريق جماعي لاي لعبه في تاريخ الرياضه في مصر. والله احنا لما في حاجه بتتسجل باسم مصر ايا كان الفريق وايا كان المسؤول، اعتقد ان هو بيكون يعني سعيد وبيحس ان الموضوع منسوب ليه ومنسوب ان هو اضاف لبلده، اضاف ده المفروض لبلده. يا ايمن ده المفروض يعني الحقيقة. يعني احنا ما شفناش الحاجات دي الحقيقه مع مسؤولين كبار وكتار، ما كناش بنشعر ابدا ان هم بيتكلموا لصالح الوان، الالوان ما كانتش موجوده الا لون علم مصر فقط، والعمل لصالح أمانة المكان اللي هم فيه ولصالح البلد بدون أي يعني محاباة أو محاولة انحراف بالقرار ناحية اتجاه معين سواء مجاملة أو خوفا من حد. احنا شاكرين جدا ليك هذا الاهتمام بهذه القضية، وربنا يجعلك كده نصير الحق دايما إن شاء الله. الله يكرمك وشكر جدا لحضراتكم. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الكبير الأستاذ أيمن بدر رئيس تحرير أخبار الرياضة السابق. الحقيقة اللي كشف عوار هذا الاتحاد مع هذه اللاعبة اللي هي فعلا مش عارفة تاخد حقها من ناديها، فيتقال لها من رئيس الاتحاد أحللك مشكلتك بشرط ما تروحيش الأهلي. شفتوا كده؟ نطلع الفصل.